نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. نتكلم الاول عن قرعه دور الثمانيه للانديه ابطال الدوري. اسفرت القرعه عن مواجهه سيمبا التنزاني مع الوداد المغربي، نادي الاهلي المصري مع الرجاء المغربي نهائي مبكر، شباب بولوزداد الجزائري مع سان داونز الجنوب افريقي، وشبيبه القبائل الجزائري مع الترجي التونسي. نصف النهائي الفائز من شبيبه القبائل والترجي هيلاقي الفائز من الاهلي والرجاء المغربي، والفائز من سيمبا التنزاني والوداد المغربي هيقابل الفائز من شباب بلوزداد مع سان داونز. دور نصف النهائي هيبدا يوم 12 و13 مايو ذهابا، ثم يقام الاياب في يومي 19 و20 مايو. اذا في حال تاهل النادي الاهلي سيلعب مباراه اياب نصف النهائي ضد الفائز من شبيبه القبائل والترجي على ملعبه باستاد القاهره. كابتن شريف، شوط اول شهد سيطره كامله من النادي الاهلي، واعتقد تقدم منطقي. الحقيقه سيطره واستحواذ وهدوء كمان في الاداء، والكل احنا بنتمناه ان الاهلي بيلعب واحده واحده. حقيقه مروان عطيه عامل حاله لوسط الملعب ايمن، ورا كل كوره في كل مكان بيبني مع وسط ملعبه، مدي حريه كامله للسوليه وحمدي فتحي. علي معلول بيحاول يعمل لغه كبيره جدا مع كهربا، وان كان كهربا غير موفق من اول دقيقه جات له فرصه. انا بعتبر فرصه كهربا وحسين الشحات هم دول الفرص الحقيقيه. كره الفاول اللي جت منها الجول، انا قلت لك قبلها الكره دي شكلها ممكن تخش لوحدها، يعني لان دايما عنده عاده ان هو بيلعبها كويس قوي في اتجاه الجون، اي حد يكملها بس وجت بالصدفه في رجل المدافع ودخلت جول. المباراه بتاعت الاهلي دي اللي احنا كنا بنتكلم قبل ما هي عرضيات وتصويبات. احنا عايزين يبقى عندنا شكل تعزيز الهدف في الشوط الثاني باذن الله من اللعيبه دي، تحس ان ممكن اي فرقه وهي بتلعبها يجي لهم الحظ زي ما جالنا احنا الحظ في ضربه وجت الكره دخلت فينا جول، ممكن الفرقه دي تعود وتبقى تتعادل. يعني مفيش حاجه امنه في المباريات خصوصا الا انك انت بتعلن الهدف الثاني والثالث وبتخلص المباراه، وده المطلوب اثباته النهارده. فالنادي الاهلي مستحوذ النهارده، شكله كويس جدا، مفيش اي اختراقات واضحه، السرعات موجوده، الحاله البدنيه واقفين على رجليهم، انما بنتمنى الشوط الثاني يكون اكثر فعاليه في احراز اهداف باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء، ضغط من البدايه بدا به النادي الاهلي في ظل غياب تام من لعيبه غزل المحله، وسيطره تامه النادي الاهلي الشوط الاول اسفرت عن هدف عكسي من فاول علي معلول. هو شوط متوسط جدا جدا. النادي الاهلي حتى منافس، انا شايف المحله اتحدى لو حد قال لي ملامح لعبه ايه، يعني حتى خيالنا هو هيقفل مساحاته كده، لكن واضح ان هو ما فيش حاجه اسمها قفل مساحات. النادي الاهلي بقى كل المساحات كل حاجه موجوده، بس يعني حاجتين بسرعه كده مش هيحصل في الشوط الثاني، لازم ان شاء الله تغطي الهدف. ثانيا ابعد عن العمق شويه، يعني لازم نبعد عن العمق شويه، لان الزحمه عاملها الفريق المحله كلها في العمق. لازم استغل الاطراف شويه من ناحيه حسين الشحات، وحسين الشحات لازم يلعب كرة اسرع من كده، بلاش مش لازم كل لمسه تبقى فيها لمسه جماليه، بالعكس اللعب السهل احسن. وحاجه مهمه كمان استغل حته تسديد، لان في ثلاثه في نص الملعب بيشوطوا كويس جدا، مروان صدق شاط واحده جنب القائم، والسوليه كمان شاط واحده طلعت فوق العارضه. عشان كده بقول لك ابعد عن العمق شويه، استغل الثلاثي نص الملعب، ودايما استغل الاطراف الملعب كويس. اعتقد بس لادم هدف ثاني، بس اللي انا شايفه هدف ثاني وممكن يبقى هدف ثالث ورابع، ان فريق المحله ما فيش اي ملامح خالص تماما، مش موجود خالص. يعني كابتن اسامه، رؤيتك سريعا للشوط الاول. النادي الاهلي بدا بضغط شديد وانفراد في اول ثلاث دقائق لكهرباء، جت صدها كويس احمد ميوب، وثلاثه كورنرز، ويعني كان اول 10 دقائق تحس في ضغط شرس من النادي الاهلي، لكن الفرص الحقيقيه ما كانتش واضحه. بعد كده حصل هدوء رغم سيطرتك، يعني حصل هدوء، ما بقاش فيه خطوره كبيره، ولكن المحاولات جت من ايه؟ من فرقه المحله. اولا عامله تكتل كبير قوي، بيلعبوا 5-4-1، عاملين تكتل كبير قوي في المنطقه اللي قدام مرماهم بره ال 18 وداخل ال 18، فحصل تسديد، والتسديد وسيله من وسائل التنوع الهجومي، يعني انت بتلعب بتعمل كرات عرضيه، بتعمل تمريرات بينيه،
يعني اشكال كتيره، ولكن التسديد مهم جدا. عمرو السولية، مروان شاطوا اكتر من كوره فيها ريحه الخطوره، صحيح مش خطر قوي لكن محاولات مش كبيره، لكن حاولوا. كوره طبعا حمدي فتحي اللي حطها براسه، دي يمكن من اخطر الكور اللي حصلت، اللي احمد مايوب اتعامل معاها كويس. النادي الاهلي لازم يركز شويه كمان على الاطراف، يعني علي معلول هادي قوي تحت، واحنا قلنا ان هو كتر خيره انه بيلعب كل الماتشات. احمد عبد هو الشوط الاول خالد عبد الفتاح ما كانش فيه دور للاطراف، خالد عبد الفتاح برده مش مزود في الناحيه الهجوميه، فمقللين شويه دي. احمد عبد القادر بيتاخر شويه زي ما قلنا، فلازم يبقى اسرع. لكن النادي الاهلي الماتش ماشي من اتجاه واحد، خاصه ان المحله متكتله كويس دفاعيا، طيب. ولكن عندهم الناحيه الهجوميه قليله قوي، ما يعني التحول من الدفاع، ما انت عملت الشق الاولاني متكتل، بس لما بتطلع في نص ملعب النادي الاهلي والثلث الاخير محدود قوي في الهجوم. يعني هو يمكن ايهاب سمير بس ناحيه الشمال عمل كورتين عرضيتين خطر شويه، لكن مفيش شكل هجومي للنادي المحلي. فنتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يزود في اهدافه عشان كمان يدي فرصه لبعض اللعيبه انها نشوفها الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، تفوق واضح للنادي الاهلي الشوط الاول. الشوط الثاني النادي المحلي هيعدل من اسلوبه، خسران 1-0، وخصوصا ان الشوط الثاني، انا اسف، خصوصا ان الشوط الاول تقريبا علي لطفي لم يختبر. هو علشان علي لطفي لم يختبر ده بفضل لعيب الاهلي بالذات في نص الملعب وبالذات في الحته الدفاعيه، في صحيان زي بلغه الكوره ما فيش كوره بتبقى لازم بيتابعوها، ما فيش سرحان، ما فيش الحاجات دي كلها، ودي حاجه مهمه. الحاجه بس اللي تتاخد على النادي الاهلي الشوط الاولاني حسين الشحات بيدخل لجوه، فانت عندك الطرف الشمال عبد القادر بيشتغل لبره كتير قوي، حسين الشحات هو اللي بيبقى داخل لجوه، وداخل لجوه بصوره كبيره جنب عمرو السولية او حمدي فتحي ايهم اللي بيروح، او مروان عطيه ايهم اللي بيروح، ولكن انت محتاج ان حسين الشحات يلتزم بالناحيه اليمين علشان تعمل عمق هجومي، لان الحته بتاع انت شغال بجناح واحد اللي هو ناحيه الشمال، عبد القادر لما بيعدي من حق واحد بيلاقي سبورت واحد واثنين وثلاثه، لان في مجموعه كبيره من المحله هناك. مزبوط. انت لو حسين الشحات خد الخط الناحيه اليمين هتعمل توازن شويه، هيفتحوا معاه الحته السبورت بتاع المدافعين بتوع المحله مش تتعمل. هو الشوط الثاني هيبقى فيه نفس التكتلات الدفاعيه دي من غزل المحله؟ لا، المفترض ان هو هيشتغل على ربع ساعه الاولانيه، لانه برضو مش كل الفرق اللي ممكن تهاجم الاهلي من البدايه، هو عاوز يعمل ربع ساعه الريسك اللي هي بيعملها المدرب اللي في الاخر اللي هو لا جت او ما جاتش، لانه النتيجه لاي مدرب، انا بكلمك نفسيا يعني واي فرقه، النتيجه من النادي الاهلي 1-0 بتبقى نتيجه بالنسبه له جيده، وهو في حاله، لا يعني هو انا بكلمك على عبد الباقي اللي هو مدرب الفريق المحله، هو دلوقتي بيفكر ازاي يطلع باقل الخسائر علشان استمراريته في الشغل في المحله. فعلشان كده اللي انا بقوله لك يا كابتن، هتلاقيه لسه بعامل برضو الدفاع متزن شويه، مش هيعمل ريسك الا في اخر 20 25 دقيقه او 15 دقيقه. كابتن شريف، سريعا السيناريو المتوقع للشوط الثاني من الفريقين. والله احنا شايفين فرقه المحله متأخرة بهدف وبتلعب بخمسة أربعة واحد، فعلى الأقل هيحصل فك الأطراف وشوية ومحاولة إن هو يقدر يكون جوه الجيم ويروح شاكس في نص ملعب النادي الأهلي. أنا شايف إن هدف سريع جدا للنادي الأهلي في الشوط الثاني واستغلال تقدم أي حد من خطوط المحلة هو ده علاج المباراة، ده ملك علاء، وأنا قلت لك وكباتن كلهم التصويب والكرات العرضية ده عنوان المباراة النهارده. في تدعيمات كمان لازم ان شاء الله هتبقى من ال، عايزين نجيب هدف عشان نشوف واحد النهارده زي محمد داو كريستو وكندوسي ما يبعدش قوي كده، وديانج متهيألي هيكون ليه دور برضو، ادام جبنا هدف ممكن يبقى من الادوار اللي هي بتحافظ على نتيجه المباراه من نص الملعب. طب كابتن علاء، الدكه هيكون ليها دور الشوط الثاني؟ اكيد، لكن مش بدري. أعتقد ممكن لو هرست هدف يبقى 2-0، أعتقد الأمور تبقى بالنسبة لكولر أحسن بكتير، يبدأ يدي بقى فرصة لباقي الناس. لكن المحلة ما أعتقدش المحلة ممكن، المحلة هيلعب متحفظ، حتى إن المحلة هيتحفظ لسبب بسيط جدا.
الناحيه الهجوميه عنده تقريبا شبه معدومه. أيوة. فهو يلعب على 1-0 احسن من 2-0 لوقت معين وهو على حسب ظروف الجيم. عشان كده بقول لك ان شاء الله النادي الاهلي يدور على جول هدف ثاني وبسرعه ان شاء الله. كابتن اسامه بمناسبه الهدف الثاني الشوط الثاني هيشهد اهداف ثانيه؟ اعتقد من النادي الاهلي ان شاء الله. من النادي الاهلي والمحله غصب عنه هيجي في وقت يتخلى شويه عن الحذر قوي ده. هتلاقي ممكن ينزل حازم مرسي جايب جون الماتش اللي فات، ممكن ينزل جابريل اوريك، ممكن ينزل عبد الرحمن عاطف، ولكن ممكن في وقت نص ساعه او ال 20 دقيقه الاخيره في الشوط الثاني. فاعتقد فيها في مساحات للنادي الاهلي هيبقى سهل ان يجيب هدف ثاني ان شاء الله. كابتن عادل هدف ثاني مبكر الشوط الثاني اكيد عشان أكيد. ينهي الامر علشان يلعب يعني يغير ويعمل حسابه للمباراه القادمه. لكن في نقطه سريعه، انا اتمنى انه يدخل مرونه تكتيكيه شويه، ممكن يلعب بالثلاثه ازاي؟ مش علشان قوة المحلة، لا علشان الحتة بتاعت الباك ليفت والباك رايت عشان النقص اللي عندنا، يعمل طريقة تانية ان هو يشتغل بثلاثة عشان هيلاعب فرق قوية قوي في بطولة افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة، انتظرونا.